وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل، السلام عليكم، تفضل. نعم، السلام عليكم. عايز أكلم الشيخ. نعم، تفضلي. الشيخ معايا؟ نعم. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. نعم. الحقيقة تعرضت إن أنا حلفت بالله كذب، بس كنت مضطرة، لأن كنت قلت الحقيقة كان هيحصل خراب كتير، لأن كان يعني كان في مشاكل بين أختي ومرات أختي كده، فكانت مرات أختي قايلة عليها كلام، فهي سألتني، قالت عليا حاجة، قلت لها، فما كانش ينفع إن أنا كنت أوصل الكلام، لأن كانت الدنيا هتشيد أكتر. ويعني اتعرضت برضه لموقف تاني، إن حد كان بيبعت لي رسائل وحشه، فرديت سألني حد بيبتدي يبعته لي تاني، قلت له لا، فحلفت ان هم ما بيبعتش، عشان هم كانوا عارفين الشخص، فخفت يعني الدنيا تغلى وكده، فعليا كفاره وكده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. فالحلف بالله كاذبا فيه امران. الامر الاول ان اسم الله سبحانه وتعالى امتهن، اهانته الحالفة او اهانه الحالف لما حلف به كاذبا. الامر الثاني ان هناك حقوق، ان هناك حقوقا قد تضيع. فنسأل اولا، هل بناء على الحلف الذي حلفتيه ضاعت حقوق أقوام أم لم تضيع؟ إذا كانت ضاعت حقوق أقوام بسبب اليمين، لازمك أن تسعين جادة لرد الحقوق إلى أهلها. إذا لم تكن هناك حقوق ضاعت، فيبقى لنا الأمر الأول، وهو أن اسم الله امتهن، فعليك بالاستغفار وعليك بالعمل الصالح، لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا العمل الصالح قد يكون صدقات، قد يكون صلوات، قد أعمال بر عموما مع الاستغفار، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي الشيخ مصطفى العدوي. اتفضل، الله يحفظكم. معك محمود الدكتور يا شيخ ابراهيم، محمود ابراهيم بن ابو زاهر، شربين دهلية. اتفضل يا محمود، الله يحفظك. عندي بعض الكلمات والرسالة للسيد الرئيس، واسف اذا قطعت عليها الخط، انت تاسف اذا قطعت عليها الخط. انا ما اقطع ولا ادخل، بس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رسالة الى الرئيس. الله يغفر لك يا محمود، يبارك فيك ربي. يسأل عن صحة حديث: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس لما رجع النبي من الطائف. هذا الحديث سنده ضعيف، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت انا عايز بس اسال حضرتك في حاجه، ممكن؟ اتفضلي. انا دلوقتي يعني جوزي شغال في الفن. وبعدين؟ ايوه. وبعد؟ فانا يعني انا بقالي سنين طويله بحاول ان انا يبعد عن الشغله دي، فهو يقول لك لا دي مش حرام.
رحت لدار الإفتاء ورحت سألت كل حاجة، فقالوا لي تاخدي تعيشي على الفلوس. أنا طبعا قلت أنا مشاركة معي فأنا مش راجع على كده، فأنا رحت كذا دار الإفتاء وكذا وسألت، قالوا لي تاخدي على قد اللي يكفيك وبتاخدوش فلوس زيادة. أنا عندي عيلين فهم أصلا بيتصرفوا كتير مصاريفهم. هو طبيعة عمله إيه يا أختي؟ يعني في الفن في الغنى يعني كده. أي موسيقى ومعازف وأغاني. كان ليه شغل الصبح بيشتغل في شركة، بس أصبح دلوقتي إن مفيش شركة ولا في حاجة، كنت عايشة على أساس إن هو مال مختلط. فأنا مش عارفة يعني أنا كده عليا مثلا نزرة ولا أنا مش عارفة أعمل إيه. لو لك سبيل آخر تسلكيه تأكلين فيه من الحلال اسلكيه، لو لم يكن لك أي سبيل فلعل الله أن يغفر لك باضطرارك. السلام عليكم. الحمد لله ملتزمة في كل حاجة في الحمد لله يعني، بس أنا برضه مش راضية، أنا خايفة. طبعا ما من حقك تخلقي طبعا. جزاك الله خيرا، لكن بقول ابحثي عن أي سبيل، إن لو وجدت سبيلا من سبل الكسب الحلال اسلكيه، ما وجدت فالله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه واجتهدي للبحث عن سبيل للحلال، نسأل الله أن يهديه. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف، ما معنى القذف؟ يتضح لك المعنى، ارفع النقطة التي على الدال، نحن نسميها بالمصرية الحذف، يعني واحد يحذف واحد بطوبة مثلا، لكنهم كانوا يقصدون بالحذف أو القذف أن يصطادون الطيور زي بالنبلة التي نصطاد بها، فإنه كما قال الرسول عليه السلام لا يفقأ عينا ولا ينكأ صيدا، يضر عفوا الحذف لا يقتل الصيد انما قد ينكأ يصيب العين بالأذى، فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، تحدث في الطوب لا تصطاد شيئا انما تؤذي فقط اكثر مما تنفع، لكن في حذف في الصلاة وفي حذف في الصلاة يعني الإسراع فيها وعدم التمكن من أدائها وأداء أركانها. يقول السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. لو سمحت عندي سؤالين لو سمحت. نعم. لو سمحت يا دكتور يا شيخ أنا بشق قيصري. نعم. بشق قيصري يعني. عنده دكتورة. تولدي قيصري عند دكتورة وبعدين؟ بس بيبدا انا مساعد دكتور والدكتور بتاع البيت. والله ان استطعت ان تبحثي عن طبيبة ومعها طبيبة تخدير التي هو البنج فهو اسلم لدينك واصون لك واحفظ لك. إن وجدتي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. طب سألت لو سمحت. نعم. إذا الرقم بتاع حضرتك دوره لو سمحت. خذيه من إخواني في غرفة التحكم. يقول انتشر في بعض المساجد أناس يضعون أمامهم عند السجود منديل أو سجادة صغيرة كي يسجدوا عليها بحجة عدم نظافة السجاد، مع العلم أن الأمر ده يحدث في مساجد نظيفة، هل هناك حرج؟ ليس هناك حرج، يعني أحيانا ناس يدخلون للصلاة في المساجد التي فيها مثلا مكت والشراب رائحته كريهة جدا، رائحة الجورب الرجل في الجورب كريهة جدا، يمشي مسافات طويلة وينزع النعل ويدخل والرائحة قد تؤذي، فواحد من الناس يأتي بمنديل أو بسجادة يضعها تحت رأسه ما فيها مشكلة. الرسول عليه السلام قال يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك والله أعلم. والخمرة
مثل السجادة يصلى عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عم الشيخ، في سؤالين معي. تفضلي يا أخت. بالنسبة لظهور قدم المرأة في الصلاة، ده أول سؤال. ايه، ظهور قدم المرأة في الصلاة لا يبطل الصلاة، ولكن الأولى ستره، لكن إذا لم يستر وظهر فالصلاة لا تبطل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. أنا عايز أسألك بس لو سمحت. نعم. عايز اسالك كده. اسالي. عايز اسالك ثلاث سؤالات كده. اتفضلي يا ثلاث سؤالات. طيب اتفضلي. السؤال الاول دلوقتي. الاول مش الاول، هو الله هو الاول والاخر. مش الاول. عايز اتوضى بماء سخنة مثلا. ايه. بيقولوا ما لا يجوز مثلا او الثواب اكتر بالماء الساعة. لا بدل ما يملك الماء السخنة. والدفية يعني فترة توضي بها ما في مشكلة. يعني لازم اتوضى بها ولا لازم بماء ساعة اتوضى؟ باخد نفس الاجر يعني بماء ساعة السخنة؟ الله يقول او فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. والله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يعني انا امامي ماء فاتر طيب اتوضى به، وماء مثلج قد يؤذيني وانا استنشق وانا أخرج مع الرياح قد يؤذيني، فاستعملت الماء الطيب الذي ليس فيه أذى. هل ربنا يحب تعذيبنا؟ يا أمي وأستغفر 100 مرة، ولا في استغفار غير كده؟ إيه؟ عايز أستغفر لوالديني، فأقول الله استغفرك يابا، وأقول مثلا 100 مرة بستغفر، وأستغفر لأمي 100 مرة، ولا في استغفار غير كده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي. امشي استغفر لهم كده مثلا على السبحه 100 مره ان شاء الله. طب السؤال الثالث يا شيخنا، ان انا يعني بجادل مع ناس، المفروض ان الواحد مثلا لو جنب بالليل بيقوم مثلا بيقول لك ايه، ملائكه بتلعن الواحد وهو ماشي نجس لازم يستحمى. هل يقولوا لا طالما مصلين الفجر ممكن ينزلوا ناجسين، ولما يجي الاذان لازم يتوضوا؟ فانا بقول لهم حرام تنزلوا من باب البيت وانتم مش مستحمين، لازم الطهاره. بيقولوا لا عادي ما فيهاش اي حاجه. بتقولي هل يجوز؟ بتقولي هل يجوز ان تنزلين على غير طهاره؟ بيقولوا كده. انا بقاوحهم بقول لهم لا المفروض تبقوا طهاره، قالوا لا. تقول المفروض تبقى تمشي في الطريق متوضعه يعني؟ مفروض؟ لا ليس بمفروض. هل يجوز؟ يجوز ان يمشي الشخص في الطريق على غير وضوء. والنبي عليه الصلاه والسلام اثناء الرجوع من عرفات في الحج نزل عند الشاب فبال واستنجى، فاتوا له بوضوء، قال اتراني مصليا؟ فالامر واسع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ حضرتك. الحمد لله. عليكم السلام. الله ثلاث اسئله بعد اذنك بس. اتفضل. مصافحه المراه الاجنبيه التي لا تشتهي كبيره السن، وهل يجب وهل يجب على الزوج؟ نعم. اي اسال. هل يجب على الزوج نفقة العلاج زوجته؟ والثالث يسأل عن مصافحة المرأة الأجنبية كبيرة السن. قالت عائشة رضي الله عنها في البيعة: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. ورد حديث روي مرة موقوفا على معقل بن يسار وهو صحابي جليل، ومرة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسندان صحيحان.
لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يسأل هل تجب نفقة العلاج علاج الزوجة على زوجها؟ يرى الأئمة الأربعة عدم وجوب نفقة العلاج على الزوج، إنما يقولون هي على الزوجة. أما ابن تيمية رحمه الله فيرى أن الزوج يلزم بهذا، وأختار رأي ابن تيمية، لكن أضيف إضافة ما دام ذلك في وسعه وفي قدرته والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يعفو عنك يا رب. وعنك السلام. أطمن على حضرتك. الله يبارك فيك، أشكرك. الله يعفو عنك يا رب. وإياك. يسأل ما حكم من يقول لأخي أنت معقد، وما معنى معقد؟ طبعا الله قال وقولوا للناس حسنا، فلا يجوز لك أن تؤذي المؤمنين بالكلام وبسيء الأوصاف. أما معنى أنت معقد فلها معان، منها أنك لا تأخذ الأمور بسهولة ويسر، إنما كل شيء تجلس تدقق فيه وتكبر الصغيرة وتنشئ مشاكل من حيث لا مشاكل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هو كثرة الوساوس هل تعتبر من يعني من غضب ربنا؟ أخت مصابة بكثرة الوساوس. لا، ده مرض. كثرة الوساوس هل هو غضب من الله؟ هذا مرض، والأمراض قد تكون كفارات لذنوب ارتكبت، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقد تكون ابتلاءات لرفعة الدرجات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن الحكم في أن الزوجة تعمل بدون علم زوجها في تسويق منتجات على النت، والكلام يكون مع أي حد في حدود تفاصيل المنتج، أراها تأثم إذا أخفت على زوجها مثل هذا الصنيع؟ هذا صنيع متكرر وتجارة متكررة، وتحتاج إلى تكليم الرجال الأجانب، والعواقب قد لا تحمد، فيلزمها أن تخبر زوجها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الله يحفظك. شيخ من صلحة كده، كان عندي سؤال. هو دلوقتي لو واحدة ما كانتش تعرف حكم دينها قوي ان هي تتكلم عن حد وكده، ودلوقتي اتكلمت ودلوقتي استغفرت ربنا وكل حاجه، فهي ما تقدرش تقول للناس ان هي اتكلمت عليهم او ظلمتهم، فممكن ان هي تفضل تستغفر لهم، تقول استغفر الله لكل من لهم حق عليك، ولا تعمل ايه؟ الاخت كانت تغتاب اقواما ولم تكن تعرف دينها حق المعرفه، ولم تكن تعرف ان الاغتياب كبيره من الكبائر، فمن الله عليها بالهداية، من الله عليها بالهداية، فكيف تمحو أثر هذا الذنب؟ أقول بالله التوفيق، أولا تستغفر الله وتدعو لمن اغتابتها وتكثر من الاستغفار لها ولها، ثم إن كانت بكلامها تسببت في إفساد، يلزمها إن كانت تستطيع أن تسعى لمحو هذا الإفساد قدر الاستطاعة، والله أعلم. ثالثا، إن كانت المرأة التي تكل ما في عرضها امرأة عاقلة رزينة، فحينئذ لها أن تطلب منها أن تحلها، تقول سامحيني بس إجمالا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ألف سلامة حضرتك. الله يسلمك.
مساء السلام وربنا يجزيك عنا خير يا رب. الله يبارك فيك، اتفضل. ادعي لنا مولانا ان ربنا يصلح حالنا ويهدينا الله يصلح حالنا وحالك وحال السامعين والسامعات والمسلمين والمسلمات. يسأل عن تفسير قوله تعالى في سورة صاد: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يرى جمهور المفسرين التفسير على النحو التالي: ولقد اختبرنا سليمان وابتلينا سليمان بجسد ألقي على كرسي ملكه، قيل وهذا الجسد شيطان، قيل هذا الجسد شيطان تمثل في صورة سليمان وجلس على كرسي سليمان صلى الله عليه وسلم، فجلس يقضي بأقضية غريبة لا توافق الشريعة، وحينئذ دس اليهود تحت الكرسي، دست الشياطين تحت الكرسي أباطيل وأسحار وخرافات. ثم لما رد الله سبحانه وتعالى إلى سليمان عليه السلام ملكه فحكم بالعدل والقسط، وبعد أن مات جاءت الشياطين أو لليهود واستخرجوا السحر الذي كان تحت الكرسي وقالوا إن سليمان كان يحكم الناس بهذه الشعوذات وكفروا سليمان. قال الله تعالى في شأن اليهود: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذت اليهود التوراة التي فيها التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما تركوا الحق ابتلوا بالباطل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، اتفضل. اشهد الله عز وجل ان حبك في الله. احبك الله الذي احببتنا. بعد اذنك يا فضيلة الشيخ، عايزك توجه رسالة لزوجتي بس كده، اللي هي تصبر على الاولاد في حفظ القرآن وكده، عشان ايه؟ يكون تحفظهم القرآن وكده، يعني عشان عندي بنتي بتحفظ معاها القرآن كده، فايه بتغلط غلطات وكده، يعني اللي هي يعني تصبر عليها في تحفيظ القرآن وكده. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وبارك لك في زوجتك، وبارك لكما في ابنتكما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فذكر الحديث وفيه: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فاتقوا الله ما استطعتم في أنفسكم وفي أبنائكم وفي بناتكم، ولن يتركم الله أعمالكم، وما يفعل من خير فلن يكفروه. والنبي قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، وليس الإحسان بقاصر على الأكل والشرب، إنما تعليمها كتاب ربها من الإحسان، بل من أعظم الإحسان، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي الحال يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب. وإياك الله يستر عليك. ربنا يبارك فيك يا أخي. بعد إذنك سؤالين بس. اتفضل. الله يبارك لك. وإياك. يجوز الصدقة عن الأطفال؟ يعني أن تتصدق على طفل متوفي يجوز أن أنت تتصدق عليه بأي حاجة؟ يجوز لمن؟ يجوز. طب بعد إذن حضرتك، السؤال الثاني هو: الطفل لما يتوفى يكون مثلا عمره سنتين، هل له سؤال يتحسب يعني؟ والله ورد في هذا الصدد حديث لكن في سندي بعض المقال أننا ندعو ونقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهدنا وغائبنا، لكن كحديث بشأن الطفل بخصوصه وسؤاله في القبر لا أعلم شيئا في هذا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. نعم. بعدين يا شيخ مصطفى الله يبارك فيك. فيك، تفضل. اولا اسال الله العظيم رب العالمين ان يشفيك شفاء الله يرضى عنك. واياك والمسلمين، تفضل. بعدين حضرتك يا شيخ في حديث وقفت عليه في السنن الكبرى للامام النسائي يقول عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه اتى بوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم سمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي وطهر، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هذا الحديث بحثت عنه فوجدت انه صحيح، ولكن بعض الدعاة الاخرين قال لي هذا لا يجوز ان يقال بعد الوضوء، ولكن هذا الحديث من لا بس عفوا 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 هو كدعاء ثبت عن رسول الدعاء هذا، لكن تقييده بالوضوء في سنده ضعف. يعني او اعني انك اذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي وردت شواهد لهذا الحديث تصححه مطلقا، لكن هل من الاذكار بعد الوضوء ان اقول اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي؟ سنده ضعيف كسند ضعيف، هل يجوز ان تقول؟ اقول في اي وقت. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى الله يجزيك خير. وياك، تفضل. الله يبارك يا رب، أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيك. ولك بمثل، تفضل. الله يبارك فيك يا رب، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يجزيك خير يا رب، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يا شيخ من الله يكرمك. تفضل. لا، حكم اللقطة. انا شغال في مزارع سمكيه وعندنا طيور وبتطير مسافات بعيده، لو اهلها ما تاخدش ريشها بتطير مسافات طويله، ممكن كيلو ونص كيلو اكثر من كيلو، فاحنا اصطادنا واحده واكلناها. حمام يعني ولا ايه؟ لا، بط سوداني، ودي طبعا لو احنا سيبناها ممكن القطط والنموس والكلاب بتاكلها. يعني اذا كان صاحبها سياتي اليها احفظها، اذا لم يكن اذا لم يكن صاحبها سياتي اليها فكما في الحديث لك او لاخيك او للذئب، اذا كنت لن تاكلها وسياتي الديب ياكلها او الذئب ياكلها او القط ياكلها فكلها لك او لاخيك او للذئب. فبندفع عنها حاجه ولا ما ندفعش؟ لا ما يلزمش. النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن ضاله الغنم، قال هي يعني واحد يجد شاة في الصحراء، قال لك او لاخيك او للذئب، اما ان تاكلها واما ان ياتي الذئب فسياكلها. فسئل عن ضاله الابل فقال ما لك ولها، ما حذاؤها وسقاؤها حتى ياتيها ربها، يعني ضاله الابل تدافع عن نفسها. بارك الله فيك. إذا طارت بطة مثلا 2-3 كيلو وأنت لا تعرف أصحابها ولا من أين أتت، ف وكان الذئب سيأكلها والقط سيأكلها والناموس سيأكلها، لك أن تأكلها والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. بس انا عندي يعني شقتين في مكان وباجرهم ايجار جديد. دولت يعني يبقوا عليهم زكاة؟ شقتان في مكان تؤجريهما ايجارا جديدا ليس عليهم زكاة، لكن اذا اجتمع معك مال قيمة الايجار مال كبير بلغ النصاب وحال عليه الحول يعني مرت عليه سنة تزكيه، لكن شقة معدل الإيجار الشهري ليس عليها زكاة، ليس على أصل الشقة المعدل الإيجار زكاة، ليس على السيارة المعدل لنقل الناس والتأجير وللتأجير للناس زكاة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عاوز أسأل على كيفية الصلاة، يعني جوزي لما يصلي بيا مثلا السنة أو قيام الليل أو كده عاوز أعرف إزاي يعني نقف وكده،
تقفين وراءه، تقفين وراءه، لا تقفين بمحاذاته. لا وراءه في الخلف. أنس صلى خلف النبي والعجوز خلفهم. يعني أنا معلش يعني الزوج واقف لا تقفي جنبه ملتصقة به، لا قفي في الخلف. الخلف مثلا نص متر متر ماشي. خلفه على طول بوازيه يعني من ورا. لا تكون عن يمينه شوي. المرأة، المرأة يا إخوة لا تقف بجوار الرجل في الصلاة. المرأة لا تقف بجوار الرجل في الصلاة إنما تكون خلفه. الأخت تقول خلفه بالضبط أو عن يمينه أو عن شماله قليلا، لو ملت ناحية اليمين قليلا لا بأس. يعني مثلا هذه صورة الرجل وهذه صورة المرأة، الرجل هذا والمرأة هنا، ما فيش أي مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إزيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك. وفيك الله. وفيك وإياك. الله يبارك فيك. أنا عندي 65 سنة وقعت على رجلي وفيها شرخين وسكن في الدور الخامس. الله يعافيك. الله يبارك فيك. السؤال فات جمعتين ما صليتهمش لان بصلي في البيت. وانت عاجز يعني طيب عليه. انت عاجز، واذا كنت عاجزا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني الحديث اللي بيقول ثلاث جمع، ثلاث جمع من غير عذر يا تهاونا، انت لست بمتهاون، انت رجل مريض. والله يقول ليس على الاعرج حرج، الم يقل الله ذلك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن حضرتك يا شيخ أسأل سؤال؟ ممكن. بص حضرتك يا شيخ، أنا والدي الله يرحمه قبل ما يتوفى اشترى، أنا ليا ثلاث أخوات صبيان، عمل الاثنين فيهم أجر محل علشان يزودوا دخلهم منه، يعني هم لهم وظيفتهم بس هم ايه يشتغلوا ويزودوا دخلهم منه. واشترى عربية تاكسي لأخويا الثالث برضه اشتغل عليها وكتب العربية باسم والدتي. وبعد عمر يعني ايه توفى الوالد، فماما دلوقتي والدتي عايزة تعرف هل من حق يعني هم قالوا لها جملة، قالوا لها ايه ابنك الثالث ملوش وظيفة، ولادك الثلاثة لهم وظيفة، البنت والبلدين. يا أختي عذرا عذرا استني بس اسبر الكلام الكثير مش هينفع معانا هنا. هذه قضية تنظر عن قرب، تنظر عن قرب، يسمعها رجل صالح وعلى علم وعلى خبرة منكم يا أهل البيت منكم جميعا، لكن كتقعيد عام لا وصية الوارث، والذي كتب في حياة الوالد قد كتب. بارك الله فيك. السلام عليكم. مرد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعدين يا شيخ بس لي ثلاث أسئلة. اتفضل. السؤال الأول هو أي سن للبلوغ ينفع الولد محرم ليا في السفر؟ البلغ احتلم، تعرف الاحتلام؟ إذا احتلم. طيب وسؤال ثاني معلش يا شيخ، لما انا احب اشتري حته ارض من الاماكن اللي هي بتكون بيصاحبها اشتريها من الحكومه بس لسه ما خلصهاش تبع الحكومه، لا بس كده انا بشتري شيء لا يملكه؟ لا هو ممكن انت اذا كان قانونهم يسمح تدخلي تشتري منه وتسددي انت الاقساط، بس لا تتخلفي عن القسط حتى لا يتراكم عليك كربا، وهو الذي يتحمل. نعم كده مش كاني بشتري منه شيء. لا هو لا تضمن الوكاله، يعني الشراء مع وكاله بالسداد. السلام عليكم. يسال يقول اعطيت لاخي زكاه الزرع وهو في حاجه لهذه الزكاه واعطاها لامي، ماذا يقول الشرع في هذا الباب؟
لا مانع، أنت أعطيت زكاتك لمستحق فقير مثلا، وبعدين الفقير باعها لأي شخص أو أهداها لأي شخص لا يثم عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عمي الشيخ. نعم. لا بسأل حضرتك. نعم. لما اسال حضرتك معلش، جوزي طلع معاش. زوجي مش جوزي. زوجي. ايه؟ تقولين زوجي مش جوزي، زوجي. زوجي اداني طلع معاش. ايه. واداني مبلغ ان اصرف على البيت اللي قاعده، اكمل تعليمها واجهزها لو جالها نصيبها في الجواز. وانا حطيت المبلغ دوت في البريد. فيعني انا يعني هو كده صح؟ لا غلط. ليش فلوس عليه ولا ايه؟ كده غلط. انت تاكلين من الربا. طبعا وضع المال في البنوك او في البريد واخذ الفوائد الربويه حرام. السلام عليكم. هذا والى فاصل ونعود ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعين بالله لمواصلة الإجابة على هذه الأسئلة. يقول الأخ السائل: هل ينفع أستمع للقرآن وأنا أتكلم على الموبايل من قبيل عدم تضييع الوقت؟ لا بأس، لأن قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الجمهور على أنه القرآن المتلو في الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. كيف حياتك، عامل ايه؟ الحمد لله، تفضل. انا عايز اسال الشيخ على حكم مشاهده الافلام التاريخيه اللي هي زي ارطغرل والحاجات دي. انا ما شاهدتها، لكن هل فيها مناظر قبيحه، فيها نساء عرايا، فيها الشركيات، فيها ايه بالضبط؟ اذا كان فيها شركيات، فيها مناظر عاريه، فيها مناظر مخله بالشريعه، لا يجوز، لكن انا ما شاهدتها. يسال: تهجين نبات مع نبات آخر لتغيير النوع، هل هذا حرام ويدخل في تغيير خلق الله؟ أقول وبالله التوفيق: لا يدخل هذا في تغيير خلق الله، والله أعلم. لا أقصد أنه جائز. هل يجوز أن أصوم في شهر رجب الاثنين والخميس والأيام القمرية، مع أنني لا أصومها في الشهور الأخرى، ولكني أردت أن أحظى ببركة الأشهر الحرم والعمل الصالح فيها؟ يجوز هذا، أعني أنه يجوز أن تكثر من الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم على وجه الخصوص، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. نعم، تفضلي. ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتك يا رب. وياك يا اختي، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا عندي سؤالين. اتفضلي. انا بصلي العشاء وبنصلي ركعتين الشفع وركعة الوتر. الشفع بنسلم بعد ركعتين الشفع، وبعدين بنصلي ركعة وتر وبنسلم. يعني تصلينا العشاء وبعدها سنة العشاء وبعدين ركعتين وبعدين ركعة، كده صح؟ كده صح؟ يعني تتعملها كده يعني؟ أيوه. لا بأس، كلام لا بأس. طيب، لكن أجرك طبعا أقل من الذي يقوم الليل. برد صوم جمعة تاني أصلي قيام الليل. ها؟ بنقوم تاني نصلي قيام الليل، بنصلي الوتر الاول وبعدين بنرد تاني نقوم نصلي قيام الليل. لا لا، اذا كنت هتقومي من الليل تصلي ثاني، اخري ركعه الوتر الى النهايه، اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا، قاله النبي يعني صلى الله عليه وسلم. اذا كنت ستوترين، يعني الركعه اللي بنصليها بعد الاشهد الركعه المنفرده خليها في النهايه خالص. الركعة اللي هي الوتر والشفع والوتر، ولا الوتر بس؟ ممكن الثلاثة، ونخليها بعد صلاة قيام الليل يعني. بعد صلاة قيام الليل. نعم. يسأل: إذا طلب مني أحدهم كوبا للماء للرقية، ماذا أقرأ عليه؟ لم يرد أنك تقرأ على الماء. أولا، لم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على الماء إطلاقا. لا أعلم أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنه كان يقرأ على الماء، إلا أنه ورد عن بعض السلف. لكن ماذا تقرئين على الماء؟ إن رأيت القراءة تقرئي قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فاتحة الكتاب، نحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وياك. حضرتك يا شيخ، أنا صاحب عمل ومأمن عليه زي ما حضرتك، لو عندك خلفية لصاحب العمل يعني. تأمين اللي هو تأمين الإجباري يا شيخ. أيوه أيوه أيوه. والسؤال؟ حضرتك كملت اللي كمل 20 سنة
ياخد معاش مبكر. اتفضل حضرتك. ويتنازل لحد فتنازل بس يعني اتنازلت لزوجتي وانا اللي هدير المكان فاشي. والله ان كنت مختارا فانصحك بالبعد عن اي شبهه. انصحك بالبعد عن اي شبهه وبعدم الاشتراك في التامين. ان كنت مجبرا فلا باس. السلام عليكم. يقول الاخ السائل: طبيبه وتتعرض كثيرا بسبب عملها للتلامس مع المرضى الرجال، واحيانا تقضي النبطشيه مع زميل بالمستشفى في حجره واحده. مشكله، هذه مصيبه ان تكون الطبيبه في الليل في النبطشيه مع رجل اجنبي في غرفه واحده. هذه مصيبه مصائب والعياذ بالله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامراه فان ثالثهما الشيطان. ويقول: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. فلا يحل لطبيبة ولا لغير طبيبة أن تخلو برجل ويغلق عليهما باب. لا يحل هذا لطبيب ولا لطبيبة ولا لرجل ولا لامرأة ولا لسكرتير مع ولا عفوا للمحافظ مع السكرتيرة ولا وزير مع سكرتيرة ولا ملك مع سكرتيرة. أي خلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية ممنوعة لقول الرسول: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. بارك الله فيك. أما إذا كانت تعالج مرضى رجال ويدها تلمس مثلا يد رغما عنها أحيانا للضرورة، هذه تغتفر أمام الرجال والله أعلم. هل هناك حديث في صورة الملك قبل النوم؟ هناك حديث ضعيف الإسناد في شأن صورة الملك. وبعد الاطلاع على الأحاديث التي وردت في شأن صورة الملك وجدتها ضعيفة كلها والله أعلم. السلام عليكم. نعم. نعم. نعم دعك من ألوه. السلام عليكم، ما سؤالك؟ يا شيخ أنا عندي مبلغ من المال، هل يجوز لي أن أضع هذا المال في بنك؟ لا يجوز أن تضعيه في بنك وتأخذي العوائد الربوية تستفيدي بها، لا يجوز هذا. في بنك إسلامي؟ ما في بنك إسلامي ولا بنك قسطنطيني ولا بنك، كل البنوك شأنها واحد، يخدعون الناس بكلمة بنك إسلامي. السلام عليكم. هل لو أن المرأة أصيدت في أول شهر أو ثاني شهر يعتبر دم استحاضة وتكمل؟ لا، إذا أصيدت هي حامل، هي حامل كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فسماه الله حملا وإن كان خفيفا. فتنتظر حتى ينقطع الدم وتغتسل وتصلي والله أعلم إذا انقطع الدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. معلش فضيلة الشيخ، كنت عاوزة أسأل حضرتك عن تأمينات الشؤون الاجتماعية. لو واحد عامل فاتح محل ويدفع في التأمينات كل شهر وياخدها معاه بعد كم سنة، إذا كان مختارا لا يدخل في هذه القصة لما فيها من الربا والغرر واستثمار هذه الأموال في البنوك الربوية. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ انا اسالك الدعاء لاولادي اولا. الله يوفقنا واولادنا واولادك واولاد المسلمين والمسلمات وبناتنا وبناتك وبنات المسلمين والمسلمات. حفظ القران يا رب. سؤالك يا اختي. يعني زوج يمنع زوجته من الذهاب الى اهلها وصلت الرحم، فماذا تفعل؟ هل عليها وزر؟ لماذا يمنعها؟ ما السبب؟ يقول لها انك الاولى ببيتك واولادك
ولي وقتك هذا لي وليس لوالدك أو لا، أنت لست بأمة عنده، هناك وصل الأرحام. السؤال الإيضاح، ألا فليعلم الأزواج، ليعلم الزوج أنه عبد من عبيد الله، ولتعلم الزوجة أنها أمة من إماء الله، والزوج والزوجة عليهما أولا أن يطيع الله ربهما، أن يطيع الله ربهما. نعم، قال الله تعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات للأزواج، ولكن الطاعة في المعروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فإذا أرادت المرأة وصل رحمها وقال الزوج لا تصلين الرحم، نسأله لماذا لا تصل الرحم؟ إن أبدى وجهة يقبلها الشرع، كأن يقول مثلا أبوها يشرب مخدرات وأخشى أن تتضرر، أو يعني أبدى أمورا تجعلنا نقبل هذا العذر، قبلناه. إن لم يبدي شيء قال هكذا لا تصل الرحم، فهو قاطع رحم، قاطع رحم، يأمر بقطع الرحم. والله قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فإذا أمر الزوج بمعصية الله لا طاعة للزوج ولا لغير الزوج في معصية الله سبحانه. أمر الزوج بقطع الرحم، لن أقطع رحمي، قطع الرحم كبيرة من الكبائر. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لقد قال الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالزوج الذي يأمر بقطع الرحم مفسد في الأرض ولا يطاع أمره إذا أمر بقطع الرحم. نعم، له أن يقنن ذلك، مثلا يقول مثلا يعني بعض الوقت دون الآخر، لكن منع مطلق للزوجة من وصل رحمها هذه كبيرة، ولا يطاع الآمر بالكبائر والآمر بالمعاصي، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معايا. نعم يا معلش الشيخ، أنا عندي سؤال نبي نسألها عليه، مشكلة صايرة معايا. ما السؤال؟ الشيخ أنا المدة اللي فاتت صارت في مناقشة بيني وبين زوجي على أساس نبي نمشي نزور واحدة قريبتي في المستشفى. هو رفض. أي. فأنا يعني قعدت نناقشيه ليش وما خليتنيش نمشي، والناس يجونا وأنتوا عيب. قال لي ما نبيش حد يجيني وما تمشيش. قال لي كأنك تمشي عدوا لهلك ومن هلك تمشي إن شاء الله حتى للسمين. قال لي ليش على قبيك؟ فسألته قلت له يعني شنو معناها كلمتك هذه؟ لا، كلمته ليست طلاقا، ليست اختصارا للدور. استنى يا شيخ استنى بس خليني نكمل لك. قال لي تمشي حتى تحمل ياس على قضيك. قلت له انا ليش بقى يا شيخ، ليش شو معناها كلمتك هذه؟ قال لي انا من حوشي ما تطلعيش من بيتي، يعني قال لي من حوشي ما تطلعيش. وكانت شويه بعد بعثت لي نقشي، قال لي قلت له شو معنى كلمتك؟ قال لي معناها طالق بالثلاثة. يا أختي ما اللفظ الذي قاله الزوج بالضبط حتى نبني عليه الطلاق؟ ما اللفظ؟ قال لي طالق بالثلاثة. قال لك أنت طالق بالثلاثة؟ مش ما قاليش أنت، قال لي معنى الكلام اللي هو قلت له. مش معنى الكلام؟ الطلاق ما فيش في معنى الكلام. اجعليه يسأل السؤال، يسأل السؤال أو يكتبه لك وأنت تسألي. ماذا قال لك الزوج بالضبط؟
إذا قد أنت طالب اعتذر، هذه مسألة ذات أهمية ولا يبنى على مثل هذا الكلام الذي تقوله الأخت إنها غير متقنة. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى وحسن مراقبته، وأحذر من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية ومن طرائق الضلال الأخرى كالتكفير والتشيع الوغيد والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغير والمرجئة وغير هؤلاء من الفئة الضالة من البشر. أيها الإخوة والأخوات، يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالمسلم المصري أخو للمسلم القطري، أخو للمسلم اليمني، أخو للمسلم العراقي والسعودي والسوري والمغربي والإسترالي والبلجيكي. إنما المؤمنون إخوة، فلا تعصفن بكم السياسات ولا التحزبات ولا التكتلات ولا المذهبيات لتقطع أواصر الأخوة الإيمانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.